استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبلاد. قد رحب صاحب الجلالة بمعالي الدكتور بندر بن محمد العيبان وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق وتميز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي في كافة الميادين، خاصة ما يتعلق بدعم التوجهات الدولية الهادفة لحماية حقوق الإنسان. كما أثنى جلالته على المواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين والداعمة لمملكة البحرين وشعبها، وبجهوده رعاه الله في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية، ومشيدا حفظه الله بما تشهده المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من نهضة شاملة هي محل فخر واعتزاز الجميع. أثنى جلالته على اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وما قطعته من شوط كبير في تعزيز هذه الحقوق ورعاية المواطنين والحرص على تعزيز هذه الحقوق. وأكد جلالة الملك المفدى خلال اللقاء أن تجربتنا الديمقراطية في البحرين نابعة من إرادة شعبنا وتوافقهم، ونحرص على أن نتوافق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العريقة والأصيلة والاحترام والتقدير المتبادل بين الجميع. مشيدا جلالته أيده الله بسجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان، موضحا جلالته أننا حريصون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين بالمجالات كافة. وأكد جلالته أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين لما لها من دور في تعزيز التنسيق الأخوي المشترك. من جانبه أعرب معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته للمملكة، ومؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتلاحم والتقارب الأخوي بين البلدين الشعبين الشقيقين، مشيدا بما حققته مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة الملك المفدى من إنجازات رائدة وتقدم مستمر في كافة المجالات، متمنيا دوام الرقي واستمرار النماء لمملكة البحرين.